هذيك المعلقه او العلاقه اللي تنديروا فيها الفطات ديالنا فاش نجيو نمسحوا يدينا او نمسحوا الوجه ديالنا. هنا انا تنصح سيده يعني اي عطر تفضلوه وبالخصوص ماء الورد وماء الزهر، انا تنهضر على الحاجه الحره بطبيعه الحال التي تتناسب مع هذا الفصل هذا. اي هنا ترش السيده هذيك الفيطه ديالها بواحد الرشات خفيفه وتخليها معلقه فين ما نجيو نمسحوا الوجه ديالنا بعد ما نكونوا غسلناه او ليديدات، دائما غادي نبقاو نستنشقوا هذيك الرائحه الطيبه ديال الزهر او الورد والحاجه اللي رشينا بها. ايه وكذلك غنبقاو في نفس المجال، يعني السيده راه دائما تنعرفوا بان دائما كل سيده تتبغي الصالون ديالها يكون متول طبيعه الحال. اييه تندير واحد الشبيكه اللي تنديروا فيها ديك لي سيرفيت، يعني دوك اللي تنسحبوا بهم ليديدات ديالنا. هنا كذلك نرشوهم يعني بالزهر، انا دائما ماء الزهر عندي مفضل، هذاك الزهر الحر ترش به هذوك السريبيتات ديالها. الا جاوا عندها ضيوف على غفله دائما تتعطيهم يعني هاد السريبيتات وهي مطمئنه تمام الاطمئنان، تيشموا ديك الرائحه الجميله في هذوك السريبيتات. السيده اللي دائما تتبغي تحتفظ بالخضر ديالها. يعني هاد الخضرة اللي منها الجلبانة والفول باش تبقى لينا في هذاك الاخضرار اليانع، يكفي ان السيدة فاش تجيب الفول ديالها والجلبانة يعني تفركها بشكل عادي ودهنها بواحد شوية ديال الزيت وديرها في هذيك العلب اللي تنفرغوا من الحليب، يعني وتنخويوها اللي تنقولوا هذه نرميوها ما عندنا ما نديروا بها. هذه مهمة جدا اننا نحتفظوا بها يعني بالخضر ديالنا فيها الجلبانة او الفول او المكسرات منها الزبيب القرقاع اللوز، دائما تنحتفظوا بها في المجمد ديالنا تتبقى لنا بحال بشكل عادي بحال اللي عاد شريناها. يعني نغسلوا هذيك الكرتونه ونديروا فيها الفول ولا الجلبانة ولا المكسرات كتحتفظ عليهم. نعم غير هي واخا نشلوها بميها ما نديروش فيها شي منظفات خاصه بطبيعه الحال. اييه ونخليوها حتى تقطر لنا بشكل عادي تنشوفوها انها ناشفه. اييه السيدات اللي تيبغيو دائما البيت ديالهم يكون معطر بواحد الرائحه جميله جدا اللي هي يعني اي حاجه بغينا، انا دائما قلت تنفضل ماء الزهر والسيده وعلى حساب الحاجه اللي بغات. يكفي انها تجيب واحد الكميه مهمه من دوك العويدات ديال اللي كيغدون ونفزقوهم في واحد الكويس، الا درنا مثلا ماء الزهر ولا ماء الورد يعني واحد يومين ولا ثلاث ايام يفزقوا لينا في هذاك الكويس فين ما درنا حداه نبقاو يعني نقلبوه، يعني بحال دابا مثلا درناها على هاد الجهه هاد العويدات لا غدا عاوتاني نديرهم على الجهه الاخرى حتى تنشوفوا ان دوك العويدات يعني شربوا لنا هاد الكميه اللي عندنا في الكاس. وفاش تنحتاجوا نعطروا البيت ديالنا تنشعلوا غير واحد جوج عويدات ولا ثلاثه ونديرهم في واحد الحبه ديال المطيشه، هذه للاشاره باش ما تيطيحوا لنا ما تيحرقوا لنا لا دوك لا ناط ديال الطبله ولا شيء من هذا القبيل، دائما هاد المطيشه ونديروها في واحد التبصيل يكون ديال الزاج باش يعني واخا يذوبوا مثلا ولا شي حاجه ما غادي يوقع لنا حتى شي مشكل، وها البيت عندنا او الصالون معطر بواحد الرائحه جميله وطيبه يعني طيله النهار. ايه نعم لله. وكذلك بالنسبه للسيدات اللي دائما تيبغيو يعني هذيك لي طواليط ديالهم شرف الله وقدركم او الحمام يكونوا معطرين دائما بواحد الشكل اللي هو اللي بغينا حنايا. هنا انا تنصح السيده باش تجيب يعني روح اي منظف اللي بغات هي، ومثلا يعني تنقول لها الزيت العطري مثلا او شيء من هذا القبيل، هذيك القريعه اللي تطحوها لنا ملي تنكونوا تنغسلوا بها اليدين هذاك المنظف الخاص بغسل اليدين هذيك ما ترميهاش، يكفي انها تعمرها باي زيت عطري مفضل عندها وتقبها شويه من الفوق وتقلبها على الفم ديالها وديرها في شي جبانه، يعني ديك القطرات اللي تتبقى تحوي لنا من ذاك الزيت العطري دائما تنبقاو نستنشقوها يعني في لي طواليط ديالنا شرف الله وقدركم او في الحمام او يعني البلاصه اللي بغيناها تكون يعني معطره نديروا هذه هذه القضيه هذه. اييه فتيحه وشكرا جزيلا ليك ومشكوره على كل هذه النصائح وهذه الاقتراحات اللي عطيتينا تبارك الله عليك، وتحيه لجميع المستمعات واكيد انه الباب مفتوح للجميع. I'm